J'espère que vous allez tous très bien. تلاقوا فيديو جديد اليوم باش نبارطاجي معكم finally my hair routine. وعدتكم انني غادي نبارطاجيها معكم وها هي لا فيديو ديالها. الوغ باش نشرح لكم البروغرام اللي كندير قبل ما نوريكم لي برودوي. السيمانه كنقسمها اثنين الاربع الجمعه كندير ان برودوي و ثلاث الخميس السبت كندير ان برودوي وكنخلي نهار ما كندير فيه حتى شي حاجه باش الشعر ديالي يرتاح. لو برودوي الاول اللي كنديرو الاثنين الاربع الجمعه سي جوست كو باش كنرتب ماشي ضروري الى بغيتو نتوما تتبعوا نفس البروغرام ماشي ضروري ديروا نفس برودوي في نفس النهارات. انا سي جوست باش نتبع البروغرام ديالي ونبقى عاقله على كل حاجه دايره. الاثنين الاربع الجمعه كندير هذا البرودوي اللي غنوريكم دابا. الو بالنسبه للاثنين والاربع والجمعه انا كنختار انني نقي الجلده ديال الشعر ديالي. بالنسبه للبرودوي اللي كنستعملو باش نقي الجلده ديال شعري انا كنت وريته لكم في الفيديو ديال اي هيرب لا كوموند ديالي الاخرى اللي بارطاجيت معكم تماك فين كنت خديته باش نجربو فعلا عجبني بزاف بزاف بزاف. فرانشمون كتحسو بالجلده ديال شعركم كتنقى. هو لو برينسيپ ديالو هو ماشي شامبون اللي كيتسمى بري شامبو. الا كنتو غتستعملو شامبون من بعد انا بالنسبه ليا كنستعمل شامبون غير فاش كندير الزيوت الشعري اللي غادي نوريكم من بعد. مي سينو الا ما درتوش ما كنغسلش شعري بشامبون كنستعمل هذا بوحدو. شنو كندير هو نورمالمون كتبين فيه بلا كديروه في لا دوش كتمصيو به هكا لو كوير شوفولو ديالكم وكتخليوه كنظن كتخليوه من دقيقه لثلاثه ديال الدقائق في شعركم عاد تغسلوه. انا بصراحه كتجيني هاد المده هادي قليله دوكو كنديرو ما كنكونش ديك الساعه في لادوش كنديرو على برا ديال لادوش كنديرو مزيان في الكوير شوفولوري كنماسي مزيان وكنخليه على الاقل نص ساعه عاد كندخل نغسلو. هاد البرودوي هذا كيتسمى سكالب تريتمنت. ممكن تختاروا ان اوتر برودوي اللي حتى هو تيكون مكتوب عليه انه تريتمون ديال لو كوير شوفولو ولا تريتمون ديال الجلده ديال الشعر. دونك هذا مصايبينو بتي تري اللي هي شجره الشاي. شجره الشاي راه معروفه عليها انها مطهر طبيعي كتنقي. الا كان عندكم قشره في الجلد ديال راسكم ولا عندكم دي شامبينيون ولا عندكم بزاف ديال لي بروبليم هاد شجره الشاي كتحيد هادشي كتحيد الطفيليات كتحيد بزاف د الحوايج خايبين اللي كيضروا بالجلده ديال الشعر. دونك الا كان عندكم بروبليم فريمون اختاروا شي حاجه اللي فيها هاد شجره الشاي. بيان سور هذا ما فيهش سلفات ما فيهش بارابين زعما كلين لا كومبوزيسيون ديالو زوينه بزاف وباش زوين كيجي ديجا بلابليكاتور ديالو مصايب مقاد نتوما كتشدوه وكديروه نيشان في الجلده ديال راسكم كيجي ساهل في لوتيليزاسيون حتى الريحه ديالو زوينه ريفريشين كتحسوا براسكم بحال درتو نعناع ولا شي حاجه هكا فريش. الجلد ديال راسكم كتحسوا بجلدك كتنفس داك لو مومون اللي كتكونوا دايرين لو تريتمون او فريمون انا بيرسونيلمون ملي كنغسلو فرانشمون كنحس براسي بان الجلد ديال شعري تنقات مزيان. علاش كنستعملوا هاد لي برودوي هادو فحال هكا باش كنحيدوا داك البيلد اب ولا داك التراكمات ديال لي برودوي اللي كنا كنستعملوا قبل. بوتيتخ ما كيبانوش لينا حنايا بالعين المجرده ولكن الجلده مع كثره الشامبوانات كثره ديال لي زابخي شامبوان كثره ديال الكريم ديال لي برودوي اللي كنديرو في شعرنا مع الوقت في الجلده كيبقاو يخليو واحد الترسبات ديالهم وهذاك الترسبات ما كيحيدهاش الشامبوان العادي. خصنا فريمون ان ديب كلينين شي تنظيف عميق شي برودوي اللي كينظف بحال الشكل ديال البشره. كنقدروا نغسلوها يوميا بالصابون ولا ان برودوي اللي كيغسل البشره ولكن مره كيخصنا نديرو شي ديب كلينين شي تنظيف عميق ليها باش كنحيدو منها حتى هي داك الحوايج اللي ما كيحيدهاش هذاك الغسول اليومي اللي كنستعملوه. لا ميم شوز بالنسبه للجلده ديال الراس. دونك هذا كينقي الجلده ديال الراس والجلده كتنقي كتفقد اكثر من داك لي تريتمون اللي كنديرو ليها من الزيوت من اي حاجه درناها ليها وكتعطينا شعر صحي. اليوم من النهارات اللي كنقي فيهم الجلده ديال شعري دونك غادي ندير هذا معكم كنابليكي بحال هكا ساهل هذا البرودوي كيخرج بشويه بشويه كنحاول ندوز على الجلده ديال راسي كامله. هو اون فوا كيوصل الجلده ديال شعركم كتحسوا به لانها كيف قلت لكم ريفريشين
بحال هكا كنبقى غادا حتى كندوز الجلده ديال شعري كامله. قلت لكم في الفيديو اللي فات فاش كيكون الشعر قصير هاد لي سوان داكشي كيكونوا تري تري رابيد. بالنسبه لا كونتيتي فيه 147 ام ال، بالنسبه لي انا كنشوفو زعما كافيني، قدر يدير ليا حتى شهرين شهرين ونص هاد البروجي هذا، دونك سي بيان. لا بارتي لا بلو امبورطونت في اي تريتمون كديروه لشعركم ولا الجلد ديال شعركم هو الماساج، باش نخليو هذاك البرودوي يدخل مزيان. باش زوين هاد التريتمنت هذا تقدروا ديروه وتخرجوا به سون بروبليم، ما فيه لا ريحه خايبه ما مزيت ما حتى شي حاجه، ودغيا كينشف سي كيلكو مينوت وكينشف. دونك صافي كنخليه بحال هكا كيكوت ليكم واحد نص ساعه عاد كندخل لادوش. هذا منين كنكون دايراه وكندخل نوصلو ما كندير حتى شي حاجه مورا، سيزيغ ما كنغسلش بشي برودوي من موراه، هو بوحدو كنشلو وصافي. بالنسبه للثلاث الخميس والسبت كنستعمل خليط من زيوت، هذه غير قريعه كنت خليتها ديال واحد البرودوي كسالا ليا، خليت القريعه ديالو باسكو فيها هاد لابليكاتور كيجيني زوين سهله وميم طون صغيوره ما كبيروش بزاف. كما كتعرفوا ملي كتكون قريعه بزاف بحال كيضيع، دونك هذه صغيوره سور ميزور، دونك خليتها وهي اللي كندير فيها الخليط ديال الزيوت باش كنستعملوه. الوغ بالنسبه لشنو كاين في هاد القرعه، اول حاجه كاين الزيت ديال الكوكو اللي بالنسبه ليا هو انا لا باز فرانشمون. بالنسبه لهكا حمام الزيت اللي كيدار للشعر، زيت الكوكو شي حاجه اللي اساسيه. انا صراحه جو سوي فيدال لهاد لا مارك، اشاك فوا كناخدها. بالنسبه لهاد لي برودوي اللي كنوريكم دابا كاملين غادي نخلي لكم التصويره ديالهم هنايا باش تشوفوهم مزيان، وحتى غنخلي لكم ان ليان ديريكت باش تمشيو تشوفو مني انا كناخدهم. اغلبيه كناخد من اي هيرب، غادي نخلي لكم ان ليان في لابار دانفو الا بغيتو نتوما تاخدوه من نفس البلاصه ولا على الاقل تشوفوه وتقراو عليه. انا ديما كناخد انايا من عند هاد لا مارك جارو فورمولاز، كناخد من عندها الزيت ديال الكوكو لانه سيرتيفي اورغانيك ومزيان زعما كبريسي افخوا. من الحاجات المهمين اللي تبغوا تختاروا الزيت ديالكم خاص يكون بريسي افخوا ويكون اورغانيك، من الاحسن باش كيستافدوا منه احسن وكيدير الخدمه ديالو اكثر. بعد مرات كتجربوا شي زيت وما كتحسوش به انك دير لكم حتى شي حاجه، تو سامبلومون حتى هذاك الزيت ماشي طبيعي، ماشي كيكون مثلا بريسي افخوا دوكو ما كيعطيش المفعول ديالو. دونك ديما ملي كتشريو الزيت قلبوا عليه انه يكون اورغانيك بيو ويكون بريسي افخوا، سا سي تري تري امبورطون. دونك لا باز ديال هاد الخليط ديال الزيوت اللي عندي انا تقريبا نص ديال القرعه كنديرها غير زيت ديال الكوكو. ثاني زيت كنستعمل هي الكاتر اويل ولا زيت ديال الخروع. الوغ معروف على زيت ديال الخروع انه كيعاون الشعر انه ينوض قوي وكيعاون انه يطوال دغيا، دونك زيت ديال الخروع شي حاجه اللي زوينه بزاف تدخلوها في الزيوت ديالكم. غير هو انا كندير واحد المقدار ديال معلقه صغيره في هاد القريعه اللي وريتكم دابا، فريمون ما كنفوتش معلقه صغيره، وتوتالو غادي نقول لكم علاش، لان ماشي اي زيت صالحه لاي نوع ديال الشعر، ومن بعد غادي نقول لكم اون ديتاي كيفاش تعرفوا الطبيعه ديال شعركم كيفاش تختاروا الزيوت اللي صالحين ليها باش يستافدوا اكثر من هاد الزيوت. دونك انا زيت ديال الخروع فريمون كندير معلقه صغيره في هاد القريعه اللي فيها 60 ام ال، ما كنفوتهاش ما كنفوتش معلقه صغيره. لا مارك ديال هاد الزيت ديال الخروع سميتها هوم هيلث، حتى هي خديتها من اي هيرب، حتى هي بريسي افخوا و سيرتيفي اورغانيك. الزيت الثالثة اللي دايره في هذاك لو ميلونج اللي هي الزيت ديال اللوز الحلو ولا ويل دامون دوس. نتوما كتعرفوا زيت ديال اللوز مزيانه بزاف لابو، مزيانه بزاف للشعر، دونك حتى هي كندير منها. هذه خديتها من لا مارك نو اللي معروفه بالزيوت ديالها، والزيوت ديالها دو كاليتي مزيانه. انا كنركز على لا كاليتي ديال الزيوت، لان كل ما كان الزيت عنده كاليتي مزيانه كل ما كيعطيكم نتيجه، كل ما كان الزيت الكاليتي ديالو ناقصه ما كتشوفوش به نتيجه ويقدر يضر الزغبه ديالكم. الزيت الرابع اللي كندير هي الزيت ديال الجوجوبا اللي هي مهمه انا عندي وصالحه ليا مزيان بالنسبه للتيب ديال الشعر ديالي. تقدر بعض المرات نديرها غير بوحدها، انتما كتشوفوا راه كنستعملها بزاف، وفي هاد لو ميلونج حتى هي زدت منها اون بون كونتيتي توجور من عند لا مارك نو اللي كتلقاوها في اي هيرب.
زيت اخر اللي حتى هي عندي انا مهمه في الخليط ديال الزيوت اللي كندير شعري، اللي هي زيت ديال العظم ديال العنب ولا كيتسمى ويل دو بيبان دو ريزان. انا عندي هذا ديال الماكله تو سامبلومون ديال الطياب. كتقدروا هذا طيبوه فيه، كتقدروا تدوه في لي سالاد كتاكلو. انا كندير منه حتى شعري. ممكن انكم تشريو زيت اللي خاص بالتجميل، انا ما كنشوفش زعما كشي ديفيرونس كاينه بيناتهم، دوكو كنستعمل هذا نيت اللي عندي في الدار، كنشري هذا دابيتود باش كنطيب به دو طون زون طون، وكناخذ منه حتى هو كنزيد في هذاك لو ميلونج اللي عندي ديال الزيوت. بالنسبه لهذا لا مارك ديال كازينو كتلقاوه في مرجان. الوغ هادو هما الزيوت اللي انا دايره اكطوالمون اللي كنستعملهم دابا لشعري. كي قلت لكم كنستعملهم ثلاثه المرات في السيمانه، الثلاث الخميس والجمعه. بحال مثلا غدا غادي نديرو في شعري، كنخليه مينيموم واحد الساعه، وديك الساعه كندخل نوصلهم. بصراحه انا ما كنحتاجش بزاف ديال الزيت، هاد القرعه هادي غادي تدوز ليا مده، لان غير شي شويه كندير في الشفاط ديال شعري وهو نيت كيتسرح في الشعر ديالي كامل وكيقص الزغب كامل، كنمصيه مزيان وكنخليه دو بريفيرونس كندير شي فوطه هكا كنديرها في الماء سخون وكنعصرها مزيان وكندرق بها وكنغطي بها شعري باش كيدخل الزيت مزيان في الزغبه ديال الشعر. نحيد هاد الزيت هذا من شعري تما كنت كنستعمل شامبوان. من نهار حسنت شعري وانا كنستعمل غير شامبوان ديال الدراري الصغار اللي ديال ازر، نورمالمون كنغسل به حتى انا فريمون كنحتاج كونتيتي صغيره، وكندير مره واحده ميتيت نوازيت كتغسلي شعري جوست باش نحيد هذاك الزيت اللي كاين في شعري وصافي، وكنقي من مورا ما كندير حتى شي حاجه. هذا هو الشامبوان وريت لكم بلوزيغ فوا عند لا مارك شيا مويستر، هاد لا مارك دي زوينه بزاف ودايرين كام ديال الدراري الصغار اللي فريمون لا كومبوزيسيون ديالها تري تري كلين زوينه بزاف، ما فيهش بارفان ما فيهش كاع داكشي اللي كيدير الحساسيه للدراري الصغار. و دايرين فيه هنايا زعما كبلا فاليدي من عند لي بيدياتر. دوكو انا هو اللي كنستعمل في شعري باسكو فريمون باغا من نهار حسنت شعري بغيت نبقى نستعمل غير دي برودوي لي كلين بزاف في شعري. بوغ لانستون كنستعمل مع ازر هذا حتى من بعد نين طوال، وديك الساعة نشوف اين شامبوان اللي غادي ناخد اللي تا هو سيغتانمون خصو يكون كلين، وهذا غير هو هاد المرة غادي ناخد ديال لي زادولت ونخلي له الشامبوان نديرو في التيقار. دونك هاد لا مارك شيا مويستور كاينه في اي هيرب، انا بيرسونيلمون شريتهم من تماك، غادي نخلي لكم حتى هو لو ليان ديالو في لا باغ داف. من نهار حسنت شعري صراحه ما كنت كندير له حتى شي حاجه مع مورا لا دوش، ما كنقيسوش لان ما كنشوفش انه محتاج شي حاجه، خليته يرتاح هاد المده هادي كامله تقريبا دابا راه اكثر من شهر. ولكن دابا قلت سير مو انني نبدا ندير له دي برودوي اللي من مورا لا دوش. اول حاجه اللي ديرنيامون خديتها صراحه يلاه باقي يلاه بادي كنجرب فيها، اللي هو هاد الزيت هذا كنت لقيته في بيم في لي بروموسيون اللي كيديروا فوندردي. هذا نورمالمون من لا مارك ريفيويل، بصراحه ما كنعرفهاش بزاف، المهم دايرين هنا ريفيويل بيوتي اند كير. لي زوين ان دايرين فيه انه فيغان و اورغانيك، الحاجه اللي عجبتني. و لا كومبوزيسيون ديالو فيه الماكاديميا والمورينغا اويل، وفيه حتى هاد الجريب سيد اويل اللي وريتكم توتالوغ فيه حتى هو. دونك ثلاثه الزيوت اللي انا بالنسبه لي صالح لي مزيان للزغبه ديال شعري. دوكو هذا خديتو دايرينو هو سيروم، كان خديتو على اساس انني نبقى نستعملو سيروم ابخي لا دوش، فريمون نقيطها هكا كنطاليها هكا في يدي وكندوز على شعري باش زوين ما فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه. الصراحه بغيت تكون فيه شي ريحه هكا خفيفه، ما فيه لا ريحه لا والو، سا ديرونج با. دونك ها هو كيفاش كيجي القرعه ديالو كي دايره. بالنسبه لي انا هضره غادي يدوز ليا مده، دونك وي جو سي اون طران دو تيستي صراحه، مازال ما شفت منه حتى شي حاجه، سي نورمال يلاه بادية. ابخي نقدر نعاود نهضر عليه الا عجبني بزاف، راه بيان سور نعاود نهضر عليه ونعاود حتى نشريه. الحاجه الثانيه اللي وليت مؤخرا كنديرها من مورا لا دوش واللي كتعجبني بزاف هو هاد السبراي. هاد السبراي نورمالمون داير ليه اونتي بولوشن، انا الصراحه ما تعودناش اننا نديرو دي برودوي اللي يحميو الشعر ديالنا من لا بولوشن، الوغ كو لا بولوشن كاينه بزاف 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 بزاف، والشعر حتى هو كيكون عنده دي بيريود اللي كيكون سنسيبل اللي تقدر اي حاجه تاثر فيه اللي منها لا بولوشن. دونك مزيان اننا نفكرو ناخدو دي برودوي اللي كيتسمى اونتي بولوشن
بوليسيون كيف ما كناخدو اونتي يو في اللي خاص بالشعر. انا كنظن ان شعري فهاد لا بيريود هادي اللي كنعالجو فيها محتاج فريمون لا بروتيكسيون, منين نخرج على برا يكون بروتيجي. دوكو هاد السبراي هذا كنشوفو انه مناسب بزاف, كنشدو حتى هو كنرشلا شعري كامل صايي وكنخرج. باش زوين كيعاونك انك تستيلي الشعر ديالك. ثاني حاجه فيه واحد الريحه, واحد لودور واعره بزاف. الا كتعرفوا لو بارفان ال اون ديغي من لا ميم غام, فرانشمون فيه واحد الريحه واعره 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 كيخليها في الشعر. نتوما راكم عارفين يا با ميو كو شي شعر اللي فيه واحد لودور اللي زوينه, هذا واعر بزاف صراحه. جوج فيه جوج الحاجات زوينين, انه كيبروتيجي الشعر من لا بوليسيون او ميم طون كيخلي فيه ريحه واعره ديسكريت مي زوينه بزاف. دونك وي هذا من لا مارك غرو غورجز. هاد لا مارك هادي غادي تلقاوها في لو سيت lookfantastic.fr. مختصين في لي برودوي تا هما ديال اللي كيعاونو الشعر يطوال, اللي كيكثروا الشعر, اللي عندهم تا هما الناس اللي عندهم الهير روست والشعر كيطيح ليهم, مختصين هما في هاد النوع ديال لي برودوي. فايت جربت عندهم دايو هاد القريعه هادي, راه كانت ديال واحد البرودوي ديال الهير روست من عند نفس لا مارك هي تا هي غرو غورجز, وكان زوين بزاف. بوغ لانستون هادشي اللي كندير شعري, ولكن ابارتيغ ديال لا سمان بروشين غادي نحاول ناخد نهار من دوك النهارات اللي كندير فيهم داك البرودوي اللي كينقي الجلده ديال الشعر اللي هو 2 ل 4 جمعه. ناخد مثلا 2, ما غنديرش هذيك البرودوي وغادي ندير لي بودغ, غادي نبدا في لي بودغ. الوغ لي بودغ اللي عندي بوغ لانستون هاد جوج هادو, عندي الاملا وعندي الاريتا. هادو من عند لا مارك ايومي اللي معروفه بزاف 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 بزاف, لي برودوي ديالها واعرين. هنا في المغرب غتلقاو هاد لا مارك عند brazal.ma. نخلي لكم كاع هاد لي سيت هادو اللي كنهضر عليهم في لا بار دانفو باش تمشيو تشوفوهم. دونك يا بامي بالنسبه ليا انا كي هاد لا بيريود هادي اللي نبدا نستعمل فيها هاد لي بودر ونستافد فريمون من 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 لي بيان في ديالهم على الجلده وعلى الشعر. و سيغتينمون راه غنبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي في لي فلوغ اللي جايين. دونك وي تري تري ات انني نبداو. ملي كنكونو كنعالجو شعرنا من الاحسن نعالجو من برا ومن الداخل. انا اكطوالمون بالنسبه لي كومبليمون اليمونتير اللي كناخد جوج لا اكثر, كنحاول كل بيريود ناخد جوج غران ماكس, ما نكثرش ليا كثر ديال لي برودوي ميم سي عندي بزاف ديال لي كومبليمون اليمونتير بصراحه. الوغ لو برومي هو هذا, راه فايت وريتو لكم في الفيديو اللي فات. هادو هير غاميز من عند لا مارك سكين جود غاردن, فيهم لي فيتامين اللي كيصلحوا مزيان الشعر. هادي فيها البيوتين, فيها لاسيد بانتوتينيك, وفيها فيتامين B12 و B6, فيها 90 ديال لي غاميز. وخصكم تاخدو 3 ديال لي غاميز في النهار باش تاخدو لابور ديالكم سوفيزون, اللي غادي يعاونكم جوستومون انكم من الحالة ديال الشعر ديالكم تحسن تو سامبلومون, ولا عندكم هير لوس ينقص الا بغيتو تعاونو في لا روبوس ديال لي شوفو, وكيحسن من لا كاليتي ديال لي شوفو اون جينيرال. دونك سي هذا البرودوي هذا زوين بزاف صراحه, الا تحت لكم فرصه جربوه. من الاحسن انكم ديروا كور كيف قلت لكم ديال 3 مو فريمون باش تشوفوا دي بون ريزولتا. و غادي نخلي لكم لو سيت ديال سكين جود غاردن باش تشوفوا كاع لي برودوي اللي عندهم. راه عندهم دي برودوي بور لي شوفو مي اوسي بور لا بو. ثاني حاجه اللي كناخذكم كومبليمون اليمونتير هي لا سبيرولين. الوغ بزاف ديال لي بيان في ديال هاد سوبر اليمون, ولكن من الحاجات اللي مؤخرا اكتشفتهم انها كتعاون مزيان باش يكون عندنا هيلثي هير ولا شعر صحي, كتعاون انها تنقص من لا شوت دو شوفو, وكتعاون مزيان ان الشعر يكبر فريمون زعما تكون صحيحه شاده في راسها وشعر يكون كثيف. المهم كاع داكشي اللي زوين اللي كنبغيوه يكون في شعرنا, سبيرولين كتعاون مزيان لانها سوبر اليمون. ما تنساوش تدخلوها في لا روتين ديالكم الا كنتم نتوما كديروا شي تريتمون شعركم. بالنسبه ليا كناخذ 3 ديال الحبات في النهار كوم سي ريكوموندي في هاد لابواط. وهذه خديتها من عند لا مارك كاليفورنيا جولد نيوتريشن اللي هي مارك ديال اي هيرب نيت, كناخذها عندهم في لو سيت. لو بري ديالها كيكون كوريكت وفيها 240 حبه, دونك سافا دي 12 ليا كوميم اون بون بيريود. دونك انا عطيتكم جلوبالمون ما روتين اكطويل وشنو لي برودوي اللي غادي ندخلهم لا سيمين بروشين, ولكن هنا انا يهضر لكم على واحد الحاجه مهمه 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 بزاف باش نتوما تقدروا تلقاو لي برودوي فريمون اللي غادي يناسبوا شعركم. خصكم تعرفوا طبيعه ديال الشعر ديالكم. فاش كنقول طبيعه ديال الزغبه
كنقصد بها لا بوروزيتي ديال الشوفو ولا هير بوروزيتي. ما عرفتش في الحقيقه بالعربيه شنو كتسمى، ولكن لقيتها غادي نكتبها لكم هنا في ليكرون. هي اون برينسيپ هو الزغبه ديالنا حنا مصايبه بحال دي زيكاي. هذوك لي زيكاي كيبقاو عند شي ناس كيكونوا مفتوحين، شي ناس كيكونوا شي شويه عاديين مويه، وشي وحدين كيكونوا عندهم مسدودين. كل ما كانوا هاد لي زيكاي مسدودين كيتسموا لي شوفو بو بورو، سيتادير ما كيخليوش الحراره تدخل فاسيلمون للشعره. كل ما كانوا مفتوحين كل ما كيتسموا تري بورو، سيتادير كيخليو هذاك الشيء اللي كنستعملوه على الشعر يدخل فاسيلمون، كيكون شعر ما تري بورو ما بو بورو. كنوسط انا بيرسونيلمون عندي شعر بو بورو، سيتادير لو بوروزيتي. نخليكم تمشيو جوجل وتقلبوا على هذا الشيء هذا كامل اللي كنقول لكم انا. كتاخذوا تو سامبلومون زغيبه وكتحطوها في الماء. هذيك الزغبه خص الشعر ديالكم يكون نقي، خص شعركم تكون يلا غسلتو ما درتو فيه لا برودوي لا حتى شي حاجه، فريمون الزغبه تكون نقيه. كتقطعوها وكديروها في واحد البتي باسان ديال الماء وكتسناو عليها. الا بقات لكم الفوق راه نتوما في حالي، الشعر ديالكم بو بورو سيتادير لو بوروزيتي ما كيدخلوش دغيا داكشي اللي كديروا ليه، ما كيبقى مسدود. الا الزغبه ديالكم بقات الوسط راه الوسط ما محلولين بزاف ما مسدود بزاف. الا هبطات الزغبه حتى لتحت راه لي زيكاي ديالها مفتوحين واي حاجه درتوها دغيا كتدخل. دونك هو من الاحسن كيف قلت لكم ما خاصش يكون مفتوح بزاف وما خاصش يكون مسدود، دونك الوسط من الاحسن يكون الوسط. الا لقيتو الزغبه ديالكم كتمشي للوسط ديال الباسان وكتوقف راكم من المحظوظات ومن المحظوظين وراكم في النورمال مزيان. ماهي ما لي زيكاي محلولين بزاف ما هما مسدودين بزاف. الا درتو التيست ولقيتو نتوما في حالي المشكل ديال لي زيكاي باش كيكونوا مسدودين، ما كتكونوش كتستافدوا من اي حاجه درتوها شعركم اللي منها الزيوت الثقالين. بحال قلت لكم توتالا انا هي ديك الزيت ديال الخروع كندير فريمون معلقه صغيره في هذيك القريعه. الزيت ديال الخروع ما صالحش نهائيا عند الناس اللي عندهم لي زيكاي مسدوده ثقيل وما كتشربوش الزغبه. من الزيت اللي خفيفين واللي كيصلحوا فريمون للناس اللي عندهم لي زيكاي مسدودين بحالي انا، اللي هما الزيوت ديال الرجوبه والزيت ديال بيبان دوريزون ولا العظم ديال العنب اللي وريتكم توتالا. حاجه اخرى اللي خصنا نردوا لها البال هما مادام هاد لي زيكاي مسدودين خصنا نحاولوا نحلوهم شي شويه. من الحاجات اللي كتعاون ان الزيكاي تحلو هو الماء السخون، دونك حنا ما صالحش لينا اننا ندوشو بالماء بارد ولا نغسلو شعرنا بالماء بارد، بالعكس خصنا منين ندخلو لا دوش وغادي نبداو نديرو شي ماسك ولا شي حاجه نكبو على شعرنا الماء سخون، سيتادير ديك الدرجه اللي كنقدروا نتحملوها، عرفتي ماشي سخون بزاف نتحرقو، وديك الساعه تنديرو هذاك الماسك اللي بغينا نستعملوه باش نستافدو منه مزيان. حاجه الثالثه اللي قريت عليها مزيانه هي مره مره تغسلوا شعركم بكربونات دو سود، راه كتلقاهم في الفارماسي رخاصين بزاف. كتاخذهم كتخلطوهم مع شي شويه الماء وكتكبوهم على شعركم كتماسيو مزيان وكتخليه واحد شويه وكتشلوه. هاد القضيه هادي كتعاون تفتح شي شويه لي زيكاي حتى هي، ومن موراها كنستعملوا ديما يا اما باندويل يا اما ماسك. مي تبغوا ديروا باندويل ولا شي ماسك من الاحسن قبل تفزقوا شعركم شي شويه بالماء سخون، ومنين ديروا هذاك البرودوي شعركم خذوا فوطه وديروها في الماء سخون عصروها وغطوا بها شعركم باش لي زيكاي يتحلوا مزيان وتستافدوا ماكسيموم من هذاك البرودوي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لروتين الجديده ديال الشعر ديالي شنو كندير والنصائح اللي كان ممكن انني نعطيهم لكم. ولا درتو هاد لوتيز ديال بوروزيتي لشعركم ما نساوش قولوا لي شنو خرج لكم الريزولتا، اين النوع ديال الشعر عندكم. الا في حالي راني قلت لكم لي زاستوس اللي كندير انا بيرسونيلمون، ممكن تزيدوا تقراو اكثر باش تشوفوا دوطغ استوس اللي تعاونكم انكم تستافدوا اكثر من لي برودوي اللي كديروا. ولا عندكم دوطغ تيب ديال الشوفو ننصحكم انكم تدخلوا لجوجل وتكتبوا شنو عندكم باش تعرفوا الطريقه الصحيحه كيفاش تستعملوا لي برودوي شعركم. هكا تاكدوا بان شعركم غيستافد مزيان من داكشي اللي كديروا ليه. دونك كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي شويه. نخليكم هنايا نتلاقاو في اون بروشين فيديو. باي باي.